محو دارنا كلنا مدحتوية الصومالي لان كدعي أو أي سكو أركين مدحوينه هراء الصومالي لان إحيلك كسي دقي موسى بيه عبدي مدحوينها لطورتي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو كلن كاسي أو أي جوبتو كهايين مسؤولين تودن كوجس الرئاسة أو أي كمديهين قدوميها جلها وكيل لضا قدوميها جلها جورتي ذا يو قدوميها محكمة الصراع هذا هو الموضوع أنت حقوقا على الطبقة اللي يباريس دائرة على كل صماي سيء أي أوجاتي كلن كان إن لغة وضح الله يصدق حضم وشيء كيس نو وسلك كوهي سيد الله لك الوريج لها حلكة مدحوينها هرنا الله سبوتين لها مدحوينها عصبنا لوجو سودوين لها سو سي أم بقى ضه ورشياشي يحوله أي هيسي حكومتي تنها تصوص عتكه الرئيسي وبحنتي أننا أي نكف لقيننا وشيء دو ينكي قرصونا كلن كاسلا جوا وضح الله مدحوينها دوران سومالي لان ايدوان عقاتي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو يا مدحوينها حلك كسي دقيا موسى بيه عبدي ايا كلن كودي وجوه الرئي كل حمري مدحتوية الجمهورية السومالي لان كلن كان ايا وشيت كيسوها ان اي مدحتو اسارك توصي دو كلنا لغا وضحت لو صدح قضب او كم يدا قرشياش قرن كسومالي لان وحنا كوكاها سيدي أي مدحوينها لطورتي يا مدحوينها ها تنحلك كسي دقية ولك الوريق لحايين هولها شقو اللو يقمضي مدحوينها عصو حبلد على مسار كسيدي لوغة من قابل لها تاسي او إلا ورديد أي حقوق الهلي ساي الشيقيان إنو دو لبوي قدهود إه أي كلك الوريق دونان حلكا او مدحوينها عصو بمجرها وقبل دون السوماني لان قرشها اللبادي اي كوال هادلين اياها سياسة داها الدباديسي اي قرشياش قرصون دولة نمد السوماني لان كوا سيو اي لبدا مدحوين لك الوريقيان سياسة دا ارهمها الدبادة اي هرومرك اي كساميسي السوماني لان سيدي ووسي انبقادي لها مدحوينها عصو ايها تان سوماني لان ايو عمامة طي عبد الرحمن محمد عبد الله عيرو هشيس كيتوبية أي قيب كأها وكلن كان ما أنت لوجع رين صدي يسقوا مدحوين بيه حين مرخاتي قشنا يجي مسؤولين تودن كوجس الرئيسة إنه كور يجي حول مسؤولية ديد وسياسة عريمها دبده يكو عريمها جودها بله مدحوين عرو أن إلهيها تن طلاب قادين ما دام وأنو حلك لوريين أي ترسنا يا مسؤولية وين تاسيو لدونا يو إنه سيان بقعدو ما دام او نغنى يوم الحوينه اللي حاد السومالي لان اينا هاي القري سديب ورشها هي هدف كسومالي لان اي ليضا هاي واي كتيك سنة سواغوسي عالمية قدو كصدي حاد يكون كان يوضع رنا ايا اها سيدي من نمضى شعب كسومالي لان لودر درقلين لها يضو او يضو دي رد الله سارا يوسو هديمها اي سومالي لان لومصي ايو سيدي لو سعلين لها قبيالة دو كروك عضي ii xanafti doorashadu dhalisay sidii loo baabin lahaa waxana kulankaasi goobjoog ka ahaa dhamaan mas'uuliyiinta ugu sareysa qaranka Soomaaliland islaab xarashu labada madaxweyne ayaa iyaduna aan ka marnayn meesha maadaama uu loolan adakii uu soo dhexmaray ugu dambeyntiina ay ku kala guuleysteen jagada madaxtinimada ee Soomaaliland si kastaa ayaa toba kulankan ayaa ahaa kulankii ugu horeeyay waxana dhamaan bal isku afkartay qodobadaasi iyo sidii loo sii dardargelin lahaa loona kala horaysiin lahaa iyadoo la filayo in laba wiil gudahood uu la wareegi doono madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay dooratay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciirro xafiiska madaxtooyada kaasi oo qaadi doona talaabooyinkiisa ugu horeeya iyo qorshayaashiisa uu qaranka ku hagaayo shanta sanadood ee ay Soomaaliland u imaamatay.